محمد، يعني شايف المباراة أجواءها تمشي إزاي؟ لا، هو المباراة صعبة على الفريقين وصعبة على كل صعب جهاز على الأهلي فني. رغم إن هو مطمن إن هو حسم اللقب. ما هو هي صعوبتها إن الأهلي خلاص ما بقاش عنده الدوافع القوية اللي تخليه ينزل مباراة القمة، وهو عايز لازم يكسب لأنه خلاص حسم الدوري. لو كان بيراميدز كسب الماتش الأخير اللي قدام سيراميكا كليوباترا وما خسرش بنتيجة 2-1، كان يبقى هيتأجل في حسم صعوبة. الدوري لمباراة القمة، فعشان كده هتبقى مباراة القمة ليها مذاق خاص. إنما لعيبة الأهلي خلاص هي كده تعتبر حسمت الدوري رسمي، مطمنة. طب أنت والبطولة خلاص في قلعة الجزيرة، فبالتالي ما فيش أي دوافع تخليه إن هو يقدر يلعب إلا اللي هو يحقق البطولة اللي في مباراة القمة نفسها، لأن مباراة القمة في حد ذاتها بطولة صحيح. بتضاف لعدد انتصارات الأهلي على الزمالك في السجل التاريخي بتاع لقاءات الفريقين، فبالتالي هي بطولة في حد ذاتها. فأنا شايف إن الدوافع اللي عند النادي الأهلي أقل من الدوافع عند نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك مطالب بالفوز النهارده اكتر من النادي الاهلي. النادي الاهلي حتى لو طلع بنتيجه الدرون التعادل 0-0 او اي نتيجه تعادل ايجابي، هو حاسم بطوله الدوري ومش صحيح. فارق معاه، انما نادي الزمالك هو المطالب بالفوز تفتكر عنده. انه فعلا مش فارق معايا محمد؟ يعني ماتش الاهلي والزمالك ده بطوله لوحده، يعني احنا بس مجازا بنقول مباراه القمه في الدوري المصري، لكن المباراه دي بتبقى بطوله لوحدها، ما بتتحسبش بقى مع الدوري ولا بتتحسب. اي لقاء بين الاهلي والزمالك يبقى بطوله لوحده. فاعتقد ان دوافع عند الاثنين بره بقى حسابات الدوري خالص وبره الارقام، او يمكن الارقام هتبقى نحسب مين تعادل مين فاز كم مره، بنقلل الفرق ولا بنقللوش. هو ده هو لو كان بقول لحضرتك، لو هو الاهلي كان من النهارده مباراه الحسم، كنا هنشوف مباراه دوافعها اعلى للنادي الاهلي. لكن الاعصاب الهاديه للنادي الاهلي النهارده هتبقى لصالحه مش هتبقى ضده. بس الدوافع عند الزمالك اعلى، محتاج لعيبه تثبت نفسها، جهاز فني محتاج ياكد على الطريقه الكويسه اللي هو بيلعب بيها اللي هي متطوره. انا شايف ان اسوريو واحد من افضل المطورين اللي جايين في تاريخ الكره في مصر. مدرب نادي الزمالك هو كان احد طاقم العمل لجوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي، فهو عنده فكر متطور في الكره كمان المصريه. كويسه قوي لغايه دلوقتي. ده هو عنده مش احنا دلوقتي الزمالك مش مطالب بنتائج كويسه. الزمالك خلاص يعني هو كان اقصى طموح الزمالك السنه دي ان هو يلعب في احدى بطولات افريقيا ويحسم مركز رابع او مركز ثالث ويلعب في الكونفدراليه بعيد عن دوري الابطال من بدري نادي الزمالك. فالراجل مش مطالب بالنتائج، هو حقق التارجت، يعني اقل تارجت ممكن يبقى في طموح جماهير نادي الزمالك. مطالب بفنيات، هو مطالب لا شكل فريق اللي انا اقدر اللي انا يعني اعده علشان اعمل بيه نفسي للي جاي. هو مطالب ان هو يفلتر الفرقه كلها وينتقل العناصر الكويسه اللي هتكمل معاه للسنه الجايه. بس هو السؤال هنا، هل اسوريو هيكمل السنه الجايه في نادي الزمالك ولا لا؟ ما فيش حاجه مضمونه اليومين دول يعني بصراحه. ما فيش حاجه مضمونه في الكوره في مصر، ولا كولر تحديدا في الزمالك، ولا يعني كولر مضمون ان هو يكمل للسيزون الجاي اصلا في النادي الاهلي في كل الاحوال. بس لو قلنا ان كولر هيبقى صاحب قرار الرحيل من النادي الاهلي مثلا في حاله العروض الكتير اللي بتيجي لكولر دلوقتي، اسوريو مش هو صاحب قرار البقاء في الزمالك. يعني هنا العكس، في مجلس اداره وفي في حاجات كتير وفي امور ماديه كتير في نادي الزمالك، في ازمه ماديه في نادي الزمالك صعبه ممكن تهدد بقاء اسوريو. ما هو انت اسوريو دلوقتي بيلعب بالاوراق المتاحه قدامه، مجموعه ال 30 لعيب اللي موجودين معاه، ومصعد مثلا 8 من قطاع الناشئين، مدي 4 منهم فرصه في الفريق الاول ان هم يلعبوا السنه دي. فبالتالي هو محتاج، الزمالك محتاج صفقات قويه للسنه الجايه، محتاج اقل حاجه 5 لعيبه، فمحتاجه صحيح. فلوس. فهل بقى مجلس الاداره يقدر يوفر الفلوس دي كلها في الظروف الاداريه الصعبه اللي فيها نادي الزمالك عشان اسوريو يكمل السنه الجايه؟ نفس فقرار بقاء اسوريو في ايد مجلس اداره الزمالك، بقاء كولر مع النادي الاهلي في ايد كولر نفسه، مش في ايد الاداره طبعا. لان الراجل جاي له بعد النتائج القويه جدا جدا اللي عملها كولر، وده دوري لا هزيمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هي يعني من المرات القليله في تاريخ، يعني 5 مرات النادي الاهلي بنتكلم 4 مباريات على التوالي دلوقتي بشباك نظيفه. ده بقول لحضرتك ده بلا هزيمه، دي حصلت 5 مرات في تاريخ الاهلي في تاريخ الدوري المصري من سنه 48 لحد دلوقتي. احنا بنتكلم في 64 سنه مثلا، طبعا عشان كان في فتره توقف من 67 ل 73 في الكوره في مصر. فانت عندك دلوقتي انت بتتكلم ان النادي الاهلي بيحقق الدوري لا هزيمه، ودي ما حصلش غير لفرق معينه على مستوى العالم كله مش مصر بس. فالنادي الاهلي بيحقق ارقام قياسيه مش موجوده في الكوره في مصر، زائد ان النادي الاهلي كمان نتائجه بتقارنه بالفرق العالميه. صحيح. انت لما بتقارن النادي الاهلي دلوقتي بتقارنه بمانشستر سيتي، بتقارنه بريال مدريد، مش بتقارنه بالانديه في مصر. فعلشان كده يعني احنا بنقول ان مباراه القمه ديت زي ما الاستاذ قالت ان هو مباراه هي بطوله في حد ذاتها، هي برضو بطوله مهمه جدا لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك.
صحيح. اكتر من النادي الاهلي. احنا عندنا الغيابات موجوده في الفرقتين، يعني انا كنت عايز امسك الغيابات وابتدي افصص، اقول لك الاهلي عنده غيابات وثمان غيابات ومش عارفه ايه، الزمالك لكن احنا الغيابات مسيطره على الفرقتين، فالاثنين نازلين مش بفرقتهم، مش بالقوام الاساسي اللي هو ممكن احنا نقدر نقول ان احنا كنا دايما بنقوله. بس هو هنا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للنادي الزمالك في ميزه مهمه جدا عملها كولر في النادي الاهلي، ان هو عمل التدوير من بدري. كان عيوب الاهلي في وجود فايلر وفي وجود موسيماني وحتى في وجود المدرب البرتغالي اللي جه السنه اللي فاتت، بيثبت التشكيل، هو اسوري ومثبت الطريقه. هو في بص، هي انا هقول لحضرتك، هو يعني عيوب المدربين الفنيين اللي جم تعاقبوا على تدريب النادي الاهلي من 2020 لحد دلوقتي كان عندهم ازمه اللي هو بيلعب ب 14 لعيب، فلو حد اتصاب حد وقع البديل ما بياخدش الفرصه كامله وما بيبقاش فيت، ما بيدوروش اللعيبه بالاحتياطي، فبالتالي بيبقى كل اللعيبه في فورمتها او في هيئتها. السنه دي بقى كولر عمل اعتمد على 17 لعيب ودخل 18 لعيب في الفرقه بيلعبوا بشكل اساسي. فلما حضرتك تلاقي ان حمدي فتحي مشي من دلوقتي راح الوكره القطري، فما عندكش مشكله في خط النص انه يلعب بثلاثه، يلعب بعمرو السوليه، يلعب باليو ديانج، يلعب بمروان عطيه، فما عندوش مشكله في التدوير. عنده في الخط الهجوم نفس القصه، عنده وفره عدديه لدرجه ان الراجل من كتر ان في لعيبه كتير هو مجهزها قعد شادي حسين بره، قال له خلاص بره، اللي هو فيرود للنادي الاهلي شاريه من سيراميكا كليوباترا السنه دي واحد ابرز لعيبه الدوري المصري السنه اللي فاتت. نفس الموضوع قعد ايمن اشرف بره، فبالتالي هو عمل سياسه تدوير فجت بنتيجه ايجابيه قويه على الفرقه، ان انت دلوقتي اي 11 لعيب بينزلوا بيلعبوا بيكسبوا، صحيح ما بيخسرش. وسوريو عمل حاجه الطف برده كويسه تضاف له، ان هو ثبت الطريقه، فبثبت الطريقه اي لعيبه هتلعب هتخش جوه المنظومه بسرعه. طيب هو انت بتقول تضاف لي، انا بحسها مش اضافه، لان اي خصم جاي هو عارف الطريقه اللي انا بلعب بيها، فلو ذاكرها كويس هيعرف الثغرات اللي موجوده ويدخل لي منين. ماشي، بس هو في انت الطريقه دي مش موجوده في مصر، فانت بتفاجئ الخصوم بيها الطريقه. طريقه ان انت تلعب عنصر مفاجاه مع تثبيتها، يعني لا. انا لما انا بثبت طريقه اللعب، يعني انت شايف ان اسوريو هيثبت نفس هذه الطريقه اللي احنا اعتدنا عليها امام الاهلي برضو؟ ما هو مضطر ان هو يلعب بنفس الطريقه، لان دي الطريقه اللي محفظها للفريق من ساعه ما جه، فما ينفعش يغير الطريقه مخصوص عشان ماتش القمه. هو لازم يثبت الطريقه، لازم يفاجئ كولر. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النهارده كولر هو اللي هيلعب على لعب اسوريو، مش العكس، مش اسوريو هو اللي هيبتدي يلعب الاهلي، يلعب الاهلي على لعب، لا ده هو اصلا بص انا اقول لك، طريقه اسوريو ديت بيلعب بثلاثة ورا، بيلعب من غير باك رايت ومن غير باك ليفت، ودي ما بيلعبش بها في يعني السنه اللي فاتت كلها، دي الطريقه بس هي بقى لها 3 سنين موجوده، ابتداها نادي لايبتش في المانيا. بعد كده جوارديولا طبقها مع مانشستر سيتي، بعد كده ليفربول لعب بيها اخر 7-8 ماتشات في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، فدي قوه هجوميه رهيبه. الطريقه دي تخلي فيه غزاره تهديفيه من ناحيه اي فرقه بتلعب بالطريقه ديت. لو قلنا الزمالك هيلعب بيها ماتش القمه، فانت عندك غزاره تهديفيه رهيبه، بس قصاد دوت لازم خط الدفاع بتاعك يبقى واقف صح. ايوه ما هو ده اللي بتكلم، يبقى كل واحد واقف صح، مش قادر اللي انت ترجع الهجوم للدفاع او خط الوسط للدفاع. عشان كده انا بقول لحضرتك اللي هيلعب على الطريقه دي، يعني اللي هيواجه مش الزمالك ولا يواجه الاهلي اللي هو بطل الدوري، لا ده كولر مطالب ان هو يستغل ثغرات دفاع الزمالك. صحيح. فبالتالي كولر اللي بيلعب على لعب اسوريو مش العكس. يعني المفروض ان بطل الدوري هينزل، فالزمالك هينزل يدافع قدامه علشان الاهلي بيكسب سكور، الاهلي بيكسب 1 بيكسب 2 بيكسب 3 بيكسب 4 بيكسب ارقام كبيره. يعني النادي الاهلي ده بيقول لك ده دوري الثلاثات، كل ماتش 3-0 3-0 3-0، فالارقام برده خلي بالك هجوم الاهلي اللي هو يعني انا شايف محمد شريف دلوقتي مثلا مش فايق، محمد شريف السنه دي جاب 9 اهداف وبينافس على لقب هداف الدوري، رغم كده النادي الاهلي جاب 54 جون، اعلى تهديف ومعدل تهديفي موجود في الدوري المصري موجود في النادي الاهلي، رغم كده فراودته مش فايقين، يعني فراودتهم مش هما اللي بيجيبوا الاجوان. طب خلينا نشوف اللي مصحصحين شويه في الزمالك دلوقتي، اسوريو ممكن يعتمد على مين؟ يعتمد على اللعيبه الجايه من المنتخب الاولمبي او لسه هم واخدين الحماس وواخدين الاحتكاك بتاع امم افريقيا، فحاسين انهم قادرين ينزلوا يعملوا حاجه؟ مش كلهم. يعني هو لعيبه حققت انجاز كبير وصعدت للاولمبيات خلاص، وده وخسرين المباراه النهائيه وعندهم دوافع قويه جدا، بس مش شرط ان هو يبتدي بيهم الماتش. هو طريقه اسوريو اللي بيلعب بيها، الطريقه اللي انا شايفها متطوره على مستوى وفكر لعيبه الكره في مصر، بتعتمد على اللعيبه اصحاب المهارات. اصحاب المهارات هم اصحاب الحلول، بالذات الحلول الفرديه، فما ينفعش مثلا لعيب بيجري يعني بيعتمد على لياقته البدنيه هو ده اللي هيكسبني، لا ده هو اللي هيكسبه اللعيب اللي عنده حلول فرديه، اللي هو زي زيزو زي شيكابالا زي احمد فتوح، دي لعيبه عندها حل فردي قوي جدا وتقدر تغير نتيجه المباراه ومسارها في اي وقت. انت حضرتك بس لو احنا قلنا لعيبه المنتخب الاولمبي، عندك حسام عبد المجيد اكيد هيلعب، لان يعني حسام عبد المجيد كمان ده روي فيتوريا
هيضموا المنتخب مصر الاول. صحيح. وحسام عبد المجيد لو قعد في الزمالك السنه الجايه ده يعني صعب يقعد في الزمالك السنه الجايه، عنده عروض قويه جدا من انديه اوروبا، خصوصا ان المنتخب المصري قعد طول ماتشات بطوله افريقيا تحت 23 سنه شباك نظيفه، واللعيب وحسام عبد المجيد ما خدش غير انذار واحد في البطوله، من افضل المدافعين حتى لما جم عملوا الفريق بتاع بطوله افريقيا تحت 23 سنه طلع من منتخب من الفريق الذهبي للبطوله كلها، وما دخلش فيهم غير الجونين اللي في ماتش النهائي قصاد منتخب المغرب. فهو انا اعتقد اللي هيلعب الوحيد اللي هيلعب من المنتخب الاولمبي هو حسام عبد المجيد، انما بقيه الفرقه تلعب زي ما هي. هو ممكن برضه سكر ومحمد طارق والشباب، لا مش هيبتدي بيهم اكيد، لان الماتش ده اصلا هو مثبت الطريقه على مجموعه لعيبه معينه، وهم اصلا قبل ما يروحوا المنتخب الاولمبي ما كانوش اساسي في الزمالك. يعني محمد طارق كان بديل على فترات، حاتم سكر اللي هو هو بيلعب باك ليفت في غياب فتوح لما كان مصاب. صحيح. بس هو الراجل اصلا ما بيلعبش باك ليفت، يعني عشان نقول حاتم سكر هيلعب هو اصلا الراجل باك ليفت. لا في باك ليفت ولا في باك رايت، ما هو دي الطريقه. انا يعني انا لما اتفرجت على جوارديولا النادي لايبزيج الالماني لما طبق الطريقه دي انا ما شفتهاش، بس لما شفتها مع جوارديولا قلت جوارديولا ده بيألف في الكوره، استحاله ياخد بطولات بالشكل ده. بيوظف فتوح في نص الملعب دلوقتي، ده هو ميزه فتوح، هو قوي دفاعيا وقوي هجوميا في الاثنين، فهو قدر ان هو يستغل قدراته ويوظفه التوظيف الصح. يعني انا شايف افضل توظيف في طريقه اوسوريو هو احمد فتوح. انما بقيه التوظيف في خط الدفاع انا شايف ان هو عليه علامات استفهام كتيره جدا في نادي الزمالك. ده اصلا الزمالك لو ما وقفش لعيبته صح النهارده ممكن الماتش ده يخلص سكور. صحيح. الماتش مش هيخلص واحد ولا اتنين، ده يخلص سكور. علشان كده انا شايف ان اوسوريو بيطور كويس، وانا شايف ان الماتش ده مش هيطلع بنتيجه السكور، بس انا بقول لو هم مش واقفين صح الماتش ده صعب على الاهلي زي ما هو صعب على الزمالك. دايما بيبقى الجدل اللي موجود في مباريات القمه تحديدا ما بين الاهلي والزمالك التحكيم. انت شايف اختيار تحكيم مصري هو القرار الافضل؟ هو انا دايما مع التحكيم المصري، يعني دايما ان احنا لازم اسناد المباريات المهمه للحكام المصريين، بالذات مباراه القمه. مش لازم ان انا اجيب حكام اجانب واكلف البلد دولارات كتير جدا وفي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. بس على فكره الحكم المصري هو الحكم رقم واحد في افريقيا. تعال شوف حضرتك، يعني تم استبعاد محمد عادل مثلا من تحكيم مباراه القمه، مش مستوى فني، لا ده هو رايح يحكم ديربي الدوري الليبي، فرايح يحكم هناك في ليبيا مختارينه. أمين عمر مثلا بيحكم ديربي تونس على طول، محمود البنا بيسافر الجزائر بيحكم ديربي الجزائر، فأصلا الحكام المصريين بيختاروهم. أمين عمر بالذات، يعني أقول لحضرتك حاجة، استبعاده من مباراة إدارة مباراة القمة عشان دخل معسكر حكام أفريقيا المحترفين. دول أفضل 25 حكم على مستوى قارة أفريقيا عملوا معسكر مغلق في القاهرة، دخلوا أول امبارح، هو الوحيد من مصر اللي دخل. فانت متخيل بقى ثقه افريقيا في التحكيم المصري واصله ازاي، واحنا مش واثقين فيه، احنا مش واثقين في حكامنا. ومفيش حكم هيجي عايز يعدل نتيجه مباراه لصالح فريق، مفيش حد هيضحي بمستقبله وسمعته، يضحي باسمه، لا مستقبله كمان. وهي مش جديده، 2014 يمكن ابراهيم نور الدين، 2018، 2020، يعني احنا عدينا بمراحل كان التحكيم فيها السفاره مصري. ومن اول ما الكابتن جمال الغندور يعني في التسعينات لما حكم مباراه القمه اللي خلصت بين الاهلي والزمالك 0-0 في موسم اللي هو فريق الاحلام بتاع نادي الزمالك، انا عايز اقول لك ان ما فيش ولا مباراه قمه حكم مصري حصل فيها مشكله. صحيح. ولا حصل فيها مصيبه ولا حصل فيها اي حاجه، كل المباريات خرجت الى بر الامان. بل لما بيجي حكام اجانب في مصر بتحصل مشاكل، وبيحصل شفنا كروت حمراء وشفنا اهداف من اوف سايت، وشفنا يعني لولا ان الفار انقذ حكام اجانب كتير كانت ممكن النتائج تطلع نتائج غلط اصلا. بس احنا نقول ايه، الخواجه او الحكم ما يعرفش اهلي ولا يعرف زمالك، فاكيد حكم فير. فاحنا لا، انا شايف ان احنا لازم نثق في حكامنا. وبعدين اختيار محمود البنا اختيار صائب كمان. يعني انا شايف ان محمود البنا اهدى حكم. يعني انت عايز مثلا عايز الناس دي تطلع مرضيه ومبسوطه، هات محمود البنا، لا يطلع كارت احمر ولا يعمل مشكله. احنا شفنا اصلا في ماتش الاداره بقى، احنا مش هنقول اداره المباراه، لا في ماتش الاهلي وبيراميدز في كاس السوبر اللعيبه اتخانقت مع بعض، لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز. انا توقعت اصلا الحكم لو هو حكم اجنبي كان طلع كروت حمراء وطرد واحد مننا واحد مننا اقل شيء. يعني كان ممكن يطرد علي معلول، كان ممكن يطرد محمد الشيبي في حالات فعلا تستدعي الطرد، لكن الراجل خرج المباراه لبر الامان واللي كله خارج مرضي، حتى لو النتيجه خساره بيراميدز اللي كاس السوبر، لا هو كل واحد خارج مرضي. فعشان كده هو اهدى حكم. مش برضو بنبعد عن العصبيه، بنبعد عن الحكام اللي بيحبوا المنظره، بنبعد عن الضغوط كمان، لان هو اصلا بيمتص اللعيبه. فانا شايف ان اختيار التحكيم المصري هو الافضل. طيب لو هنتكلم بلغه الارقام، فتاريخ المواجهات ما بين الاهلي والزمالك بنتكلم في 125 مباراه تحديدا،
يمكن فاز الاهلي فيهم في 48، فاز الزمالك في 27 على ما اعتقد، وتعادلوا 50 مباراه. فهل ده بيدي اريحيه للاهلي والارقام يقول ان الاهلي هو اللي اعلى في المواجهات فبالتالي ممكن هو اللي يفوز في هذه المباراه، مش ولا الارقام مالهاش علاقه مباراه الاهلي والزمالك الكوره في الملعب؟ هي الارقام مالهاش علاقه، بس انا اقول لحضرتك من باب التفاؤل والتشاؤم ان شهر يوليو ده وشه حلو على النادي الاهلي في كل مباريات القمه اللي النادي خاضها. النادي الاهلي من سنه 48 لحد دلوقتي لما بنقول ان في دربيات اهلي وزمالك، بالنسبه لبطوله الدوري العام هم لعبوا مع بعض في شهر 7 ده 13 مباراه، 8 كسبهم الاهلي واربعه كسبهم الزمالك، واحده كسبها الزمالك واربعه تعادل. يعني متخيل النادي الاهلي كسب الزمالك 8 مرات من 13 مباراه في شهر 7، ونادي الزمالك كسب مره واحده وخلص اربع مباريات بالتعادل. فتتخيل شهر 48 مباراه في التاريخ، شهر لا انا بقول لحضرتك شهر 7 ده بالذات وشه حلو على النادي الاهلي. بتجاوبوا على السؤال بشكل ذكي، بتجاوبوا على بعض. لا ده هو وشه حلو. خلي بالك برضو في ناس كتيره من الجماهير بتتفائل وتتشائم، بالذات وفي لعيبه في الفرقتين بيتفائلوا ويتشائموا، في طقوس معينه كل لعيب قبل المباراه بيعملها، بالذات مباراه الاهلي والزمالك. لو هو عمل الموضوع ده صح داخل عنده دوافع نفسيه ان هو يقدر يكسب الاهلي ويجيب اجوان في الاهلي، يعني الموضوع التفاؤل والتشاؤم ده مسيطر على اللعيبه كلها، مش على الجمهور بس. يمكن عشان كده كولر لجأ لمدرب الدكتور نفسي تحديدا يكون موجود مع الفريق. انا عايز اقول لك ان كولر انا لو قلت لك ان اوسوريو بيطور في الكوره في مصر بجد من الناحيه الفنيه، من الناحية العلمية أوسوريو برضو من الناس القوية جدا اللي هي بتتعامل مع اللعيبة، عنده يعني عامل نظام الاستشفاء بتاع الإصابات، بيقول لك لا أنا مش مفيش لعيبة عندي عندي شك في إصابته هلعبه، لازم الجهاز الطبي يقول لي عندي إن هو 100% سليم، ما بيعتمدش على أي لعيبة عنده شك في الإصابة حتى لو أنا محتاجه. دلوقتي الأهلي فرقة منظومة، مفيش حاجة اسمها حد يدوس على نفسه فأخسره بعد كده في مباراة ممكن تكون أهم. في انا شفت وحضرت في النادي الاهلي ونادي الزمالك ناس بتاخد حقن عشان خاطر تقدر تلعب الماتش، تقدر تلعب المباراه. بس يعني انا شفت وحضرت لعيبه كتير واسامي كبيره تواريخ قبل كده، ده لحد سنتين موجودين لحد السنه اللي فاتت في النادي الاهلي ناس بتلعب وهي مصابه عشان ما عندوش لعيبه، عشان كده النادي الاهلي كان بيعاني من الارهاق وعنده اصابات كتير السنه اللي فاتت، وعشان كده النادي الاهلي خسر الدوري السنه اللي فاتت. كان النادي الاهلي يقدر يحسم الدوري السنه اللي فاتت، خصوصا انه كان بيلعب نهائي افريقيا، يعني هو مسيطر على افريقيا مش عارف يسيطر على الدوري في مصر. فبالتالي خسر الدوري السنه اللي فاتت عشان ما عندوش لعيبه، عنده اصابات كتير وبقى في اجهاد واصابات كتير واللعيبه بتلعب على الاصابه، ما عندوش يعني الخواجه السنه اللي فاتت سواريش حتى لما كان موجود جه لعب الناشئين قالوا له خلاص احنا مش عايزين، النادي الاهلي قال له مش عايزين الدوري مش هننافس عليه ومش هنقدر نحقق حاجه فخليك اعتمد على الناشئين، هو ده اللي ريح الاهلي السنه دي. زائد ان كولر قال لهم لا انا مش هلعب بحد مصاب، كان ممكن يجي الجهاز الطبي يقول له احنا صحيح. ممكن نديله مشكل. ومن هنا جت فكره تدوير اللعيبه اللي هو كان بيعتمد عليها كولر. انت دلوقتي عندك اصلا لما تقول ان في لعيبه بتنزل، لما يعني تلاقي محمد طاهر بينزل فمثلا وما بيأديش، لا ده طول المباراه احمد عبد القادر بيلعب، لما تقول حسين الشحات ولا بيرسي تاو فالاثنين جاهزين وبيلعبوا، حتى لو مش هتلاعب احمد عبد القادر او مش هتلاعب محمد طاهر في ناحيه الشمال، ده انت بتجيب حسين الشحات ناحيه الشمال، ده بيخترح حلول جوه المباراه تقدر تكسبها. محمد عشان وقتنا لا استنى عشان ودينا، انا مش عايزه تشكيل. انا عايزه نتائج، مش هقول لك نتيجه، لا مش هسال على نتائج مباراه، انا هسال على لو في هداف النهارده، لو في كوره في شباك الاهلي ولو في كوره في شباك الزمالك، دي هتكون برجل مين ودي هتكون برجل مين؟ مين هداف كل فريق؟ لا النهارده لو شيكابالا ابتدى يبقى اول هدف من ناحيه نادي الزمالك هيبقى من ناحيه شيكابالا. انا شايف ان اللي يجيب اجوان من الاهلي بيرسي تاو او محمد عبد المنعم، لان الزمالك عنده مشكله كبيره جدا في العرضيات. بس فمحمد عبد المنعم بيعرف يلعب بدماغه كويس، هو انا عايز اقول لك معش كده بكلمك ان ازاي النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا اللي هداف الدوري مش من عنده، هداف الدوري من نادي الاتحاد السكندري اللي هو مركز سابع او سادس في الدوري في جدول الدوري. فعشان كده بقول لك الحلول هتيجي دايما من ناس معينه، انما زيزو طبعا هو انا شايف ان زيزو هيبقى نجم المباراه من نادي الزمالك، ونجم المباراه من النادي الاهلي هيبقى حسين الشحات. انت بتتكلم زيزو شيكابالا وبيرستاو وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لو انا بقول لا ده من ناحيه الاجوان، الاهداف لو هتيجي من ناحيه طيب بيرستاو. ده سؤال من سؤال انا بقى، التشكيل المتوقع اللي هينزل بيه في بدايه المباراه كل من الفريقين؟ لا هو الراجل خلاص يعني نعتبر بيثبت الطريقه وبيثبت التشكيل. كولر هيبقى موجود، محمد الشناوي، محمد هاني،
باك رايت ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم سرد باكات، لان خلاص الراجل عنده قناعه تامه جدا دي. بياسر ابراهيم بالذات، وهو سبب قرار تجديد العقد. يعني كانت ناس كتيره بتقول لك ان ياسر ابراهيم مش هيجدد، لا ده جدد رامي ربيعه كمان اللي هو احتياطي. وعلي معلول في الشمال هيلعب بثلاثه، اليو ديانج وحمدي فتحي، وانا اسف حمدي فتحي مسيطر عليا، اليو ديانج ومروان عطيه وعمرو السوليه، وهيلعب بحسين الشحات شمال وبيرسي تاوي يمين، وفي قلب الهجوم هيلعب محمد شريف. ولازم يبتدي بمحمد شريف. ده لازم، عشان محمد شريف فيه ميزه كعبه عالي على نادي الزمالك. يعني كل جوان، كل مباراه القمه الاخيره اللي لعبها محمد شريف هدف فيها. فعشان كده ده بالنسبه للنادي الاهلي. تشكيل نادي الزمالك هو بقى اللي فيه اللي فيه المعضله، هو تشكيل نادي الزمالك طبعا عشان غياب مصطفى شلبي للاصابه، ودي الصفقه كانت الابرز اللي عملها نادي الزمالك في انتقالات الصيف دوت، والاغلى بالنسبه لنادي الزمالك هو مش موجود. فهو هيلعب بمحمد صبحي، وهيلعب بمحمد عبد الغني وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، والثلاثه في خط الدفاع هيلعب بثلاثه ورا، هيلعب هو الطريقه دي جربها في المباراه اللي فاتت، ان هو دايما اسوري بيلعب بتفندر واحد، المره دي هيلعب باثنين، هيلعب بعمر جابر وهيلعب بمحمد اشرف رؤى. لا سيبنا حد في التشكيل عشان الموجز. لا خلاص كده انا قدام بس زيزو وشيكابالا.